الأمازيغية والمغربية في هذا الربوع اللي هو المنطقة الشمالية، وكتعبر على يديها والأنامل الذهبية. وشنو كدير بهم؟ هاد السيدة إنسانة جدية وكتعمل وكتجي. شو تسكت؟ شو تسكت؟ الله يحفظك. تفضلي. كان نوح وكنعاود نوح ونهني سيدة شباط نجاة على الجدية ديالها وعلى الأنامل الذهبية اللي عطاتنا هاد الحلويات اللي تضرب بهم المثال. نتاع المرأة المغربية داخل المغرب والأمازيغية داخل المغرب وفي أنحاء المعمور. ولهذا الحضور ديالنا اليوم في هذا الجمع نتاع الافتتاح تاع السيدة نجاة شباط، نهنئها ونشد على يديها لنساعدها للسمو وإلى التألق في المنطقة ديالنا اللي هي منطقة الناظور وجدة الحسيمة فيكيك. المهم هي غادي تكون إن شاء الله متألقة من القويرة إلى الحسيمة. ونحييها تحية الأخوات الجديات اللي السيدة اللي كتحاول ما أمكن باش تعطي المثل الأعلى والمثل الأسمى نتاع الزوجة والأم نتاع المنطقة الشرقية والمنطقة الريفية. نهنئ جميعا ونهنئ النساء اللي الحاضرات، ونطلبوا من الناس اللي ما حضروش يجيو ويقتنيو الحلويات ويدوقوا باش يعرفوا المرأة العاملة داخل المغرب، لأن هي بصفتها كأم زائد مرأة عاملة وصبات باش دير واحد المشروع اللي هو يعود على العائلة ديالها بالربح وعلى أولاد المنطقة في حالة إلا كانوا عندهم حفلات ولا تشرفهم بالحلويات ديالها باش الزوار ديالها يشكروها ويكونوا وتكون هي في المستوى، وحتى الناس اللي غادي ياكلوا يكونوا مرتاحين وياكلوا شي حاجة رافعة الجودة وعندها واحد النمط اللي معروف عليه لا من ناحية الهيجين المسائل الصحية ولا من ناحية المنظر، لأن عندها مناظر زاهية كتبدع لأنها فنانة كتفنن حتى في الحلويات، لأن حلوة ما كتشبه حلوة ومذاق ما يشبه مذاق. ولهذا نحيي مرة أخرى السيدة نجاة على هذا الامتياز وهذا